تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش من معالجة قضية متعلقة بتفكيك مجموعة إجرامية بغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة للمركبات، تهريب قطع غيار المركبات ذات منشأ أجنبي والمشاركة. قضية الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة مكنت عناصر ذات المصلحة من توقيف 7 أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون من العاصمة، حيث تم استرجاع 3 مركبات مسروقة وحجز 2 مركبات تستعملان في السرقة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات، محركات السيارات وتوابع السيارات، ومبلغ مالي يقدر ب 30 مليون سنتيم و4 جوازات سفر. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.